الخير عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من نجوم الزمن الجميل. اليوم حلقتنا مميزة، نجمنا فيها مش نجم واحد، نجمين ما نعرفوش نحكو حكاية واحد فيهم من غير ما نسرد معاها حكاية صاحبه ورفيق المشوار الفني. في زمانهم كانت الأغنية الشعبية تصدع بالمعجبين في كل مكان، خاصة لما يكونوا هم موجودين ومسيطرين على أجواء الحفلة. خلونا نعرفوا من نجومنا اليوم في هذه الحلقة من نجوم الزمن الجميل. المطرب الشعبي عبد الجليل عبد القادر بدا مشواره الفني عام 1967 وبرز في بداياته الفنيه كضابط ايقاع موسيقى حتى اصبح من افضل ضباط الايقاع على مستوى ليبيا، ومنها بدا مشواره الفني كمطرب شعبي في الاوساط الفنيه، وقدم مئات الاعمال الفنيه اللي عشقها جمهور العريف في ليبيا. واليوم ضيفنا اللي حيحكي عليه العازف خليفه ميلاد اللي رافق نجمنا عبد الجليل في مسيرته الفنيه وقدمنا العديد من الألحان. نجمنا اليوم عبد الجليل عبد القادر المعروف عند عشاقه بعبد الجليل الهتش. ورجعنا لكم أكيد مشاهدينا بعد ما عرفنا نجومنا اليوم، النجم الراحل عبد الجليل عبد القادر وأيضا النجم الموجود معنا وحاضر دائما بفنه خليفة ميلاد. مرحبا بك ضيف عزيز علينا في نجوم الزمن الجميل. تكاد يعني لا تخلو حدوتة أغنية شعبية من وجود خليفة ميلاد بصحبة الراحل عبد الجليل عبد القادر. أكيد حيكون حديث عذب وممتع، ولكن خلونا بداية المشاهدين نرحبوا بفرقة الزمن الجميل الموجودة معنا في كل حلقة بكل أصوات العذبة اللي فيها وكل الآلات الموسيقية اللي فيها، أيضا الأستاذ عمر قوية وطويست الشاهي الموعودين بها، موعود يا قلبي يعني بطويست الشاهي دائما الأستاذ عمر، والرسام أحمد الشبلي اللي يرسمنا في كل حلقة في لوحة لنجوم الزمن الجميل. اليوم اللوحة برضو حتكون مميزة لأنها حتشمل وجهين مألوفين ووجهين عزيزين من الزمن الجميل. نرحبوا بك أكيد معانا. مش عارفة كيف نبدأ البداية، هل نبداها ببداية النجم عبد الجليل عبد القادر ولا ببداية خليفة ميلاد؟ ولكن أظن إن خلينا نبدوها ببداية الصحبة، ببداية هذا اللقاء الروحي والفني. يعني بارك الله فيكم، نحن سعداء بكم في الساحة الطيبة، نحن الشباب في العرش نحن نحن في الظل على الشباب، وما يفكر لنا نحن هذا بيت الكبيس بيت نعم نجوم بيئة الخصبة الرائعة فنيا. نعم في وقتها كان هو بدأ مشواره الفني، يعني إنه هو بادي طبعا من 67 ربما من وقتها هو بادي. نعم نعم وين الاختلاف؟ عادي، النية نظيفة، ما فيش أنا نجم وما حدش يغني معايا. نعم يعني
الشباب يقولوا ان شاء الله يكونوا خير منا ان شاء الله يتحصلوا ونحن احسن. كيف كانت بداية التعلم، تعلم العزف واحتراف العزف؟ نظرة من هو شاف فيك ال نعم. فكيف تقنعيه؟ صراحة علمي لو جبت تقنيه كويس لا بس. وهذا اللي حصل، كان ولد زمان بعيد لكن كانت كل الناس مستحيلة. ودخلت قصة الموسيقى في المدرسة الأولى وبدأت. لكن اللي تعلمت من المسرح هم هذول الطلاب الشباب اللي كانوا بيروحوا الشعبية. كل الناس مستحيلة. نور حريف المحجوب زعلون والشباب كانوا في المحل وفي الليل يهتموا بشده قديمه فاللي خذوه زمان يرجعوه تقريبا كله وهذه هدي وهذه تشفي وهذه تعلمها وهذه تقدر كان في شغف فني كيف تنظر للحاله الفنيه الان يعني بالمقارنه مع يعني مع الحاله الفنيه وقتها؟ هي قصة يعني ما عندناش لا نقابة ولا دولة تهتم بالوقت للأسف وهذه من زمان في ليبيا بصفة عامة الناس كلها مجهود شخصي تتلحن بدون مقابل تعزف بدون مقابل خلينا لكن الأغلبية تشتغل بدون مقابل كان نجيب واحد كيف كل حسن دور يصرف مرات على العمل علشان يظهر للناس بشخص أستاذ عبد الجليل عبد القادر، أنت فنان كبير وصاحب تجربة طويلة، يمكن أن نتعرف منك أستاذ عبد الجليل عن أهم المتطلبات أو المواصفات التي يجب أن تتوفر في الفنان حتى يبدع ويتألق. بالتأكيد هناك أساسيات يجب أن تتوفر في الهاوي حتى يكون مبدع ومتألق. والله الحقيقة يعني الفن لازم الإنسان أن يكون موهوب بالدرجة له، بعدين يفضل ان الانسان الفنان يكون ملتزم وكذلك توفر له الامكانيات الماديه والمعنويه والراحه النفسيه ويتوجه توجيه ويتثقف موسيقيا ويتثقف الشعر كي يعني يبدع ويعطي. لازم الاهتمام من الاخوه المسؤولين توفر له راحة نفسية للإبداع والعطاء. لو جينا نبغى نتكلم شوية عن الفنان الراحل عبد الجليل عبد القادر ونبغى ندخل أيضا في تفاصيل شخصيته، في تفاصيل عبد الجليل الصديق، عبد الجليل الجار الصاحب. حب النصر غاليين عليه عود كداد في البدايه عشق التحدي اللي بدا فيه من اعماله اللي يكاد ما يكونش فيه فنان شعبي يغني او يبدا خطواته الاولى نحو الغناء الا وغناها عمل دمع غير زايد. دمع غير I'm sorry.
معناتها بشكل كبير والكل يسمع فيها والكل يردد فيها والكل. فشنو الذكريات اللي يعني جن في بالك لما تسمع العمل هذا؟ بما ان احنا حنسمعوه توا بعد شويه من فرقه الزمن الجميل وبصوت الفنان حسن البيجو، شنو الذكريات لهذا العمل؟ شجاع كويس عجليل كان يملك الميزة كان يسمى يقول لك ناجح أي حد يمكن غير عمل حتى فترة تنسيه صح ونعتبر نجاح صح ناجح عين ديما في القمة ديما مستمر يشتغل باستمرار على نجاح خلاص عمل دار نجاح لا تحب على غير نجاح نفس ولذلك تم بعدين توقف على القمة وما زال عندك في القمة صح صح رحمة الله عليه. خلينا نتذكروا هذا العمل مع بعضنا، نسمعوه بصوت الفنان حسن البيجو وصحبة فرقة الزمن الجميل. دمعك غير سايات ما يقضي لا حاجة يجي ولا عمره يجي حسيت في صرحة وانت تسمع في الأغنية، هل تذكرت أيام ولا تذكرت المفهوم ولا شن كانت يعني حسيت في حزن في عيونك وفي خاصة مع العمل هذا؟ نعم كلمات راحة للمسلمة طلع علي شهدية من المفهوم نعم. والعمل طبعا من ألحانك هذا العمل عندنا صديق شعلة مع الهنوية وليك الناس كفرانة طيبة فلا هنا كنت فلقنا
بيتك سليم. نعم. طبعا انا كده غبي بقول لك واحد جديد ده اول حاجه مرتب الحياه لما اجدوه في مناسبه ملي عند عين البحر ملي عند عين البحر ملي عند عين البحر بش يغني العمل ملي ده نسيبة اسبوع اللي فات القهر اللي بقى قال اللي بحر خلص وعدة بش نغني العمل الله الله كانت تربطكم صداقة عظيمة جدا نعم شوف كيف نساء عمليا ما كانوش بعض قصة اللي عدنا استقالة بس طيب نعد الحق كيف يصير كلم واحد يجي معه يقول له كيف تعد الحق يجي واحد ما عدوا بعد يجي معه تعدلوا الحفلة وكذا بس ما تركوش معه ما كانوش بعض وين الحفل يبي يغني لحن معين كلم واحد الشباب يقول خليفة انا بدي اغني فين كان بيننا قريب ما عندناش اخبار ولا نزع من بعض مستوى يعني برضو حتى لما انا ناكل جو نتغدى جو ونتغدى جو ونتغدى جو عشان نكون في بعض برضو يقولوا من يعني اثناء البحث وال يعني بحثنا عن تفاصيل حياته وتفاصيل هذه الصحبه عرفنا انه هو كان قلبه رحيم لدرجه انه حتى 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 مع الحيوانات يعني اكرم الله المشاهدين وحضراتكم كان رحيم جدا كان حنين بكي يعني الله يخليك اي حاجه بكي اي شيء بكي كان عصبي جدا خمس دقايق ما كانش في شيء زي يرضى بسرعة ويزعل بسرعة هيا شباب هيا شباب والحلوين الله الله علي مينا والزينين ويا خوي جماعة علي والحلوين الله نتذكر في نص الغيات اللي دخلتهم جيشها في درع فيها أربع خمس حوار يعد يزفين على الجيران أم الزرحان حشفاتي أسمى استعدادة الواحد يعد يزعين يعد يزعين أي حد عنده حد مريض عنده كذا استعادة الاستماع ولا ردلش ما ردلش حاجات أخرى في وجه كل شخصية معروفة بالله يعني وين يمشي يلفه شاهد العمارة اللي كلها بقى في سكن أول اللي ما عندهاش عمل أي اللي مش قادر يرفع دوره برا ما عندهاش وقت تطلع في ناس تعمل مجرات وتوه اللي مسك مدير تأمن اللي مسك مش عارف إيه اللي مش ناس تدير شركات ما عندهاش وقت سحب معاه وهذا يمكن هذا يمكن نوضح فيها إشكالية كبيرة صايرة عند الناس مش حتى تلقي خوف عارفين ان انت وفق الله يرحمه ورا ما تخلص عنه لان انت وفق الله يرحمه هو عيدك السنة الجاية من الناس اللي كان دير فيها خير خلينا من سينو سام انت عارفة حتى في العادة دي تجل كويس وتجل لكن في العموم الناس ما تخلصش عنه دول ما تخلص ما تخلص في لما طاح لما سمع بيه سيارته عدى شلل ما بقصت شهور لما روح اسمع بيه روح عدى دزة أخرى حوالي أربعة دوز كل دوزات أبدا بعد روح شلل أخرى من يوم اليوم كلام يقول يا خالي طب هذا مش في لا هذا مش في بعيدة شو اسمه ما بعرف مش في
لكن الفترة الأخيرة كان جن لما صار الأحداث الناس فعلا طبعا الرجل بعد جاء 15 سنة مريض صار اللي يعطي كم اللي يعطي من فالناس كسرت للظروف لكن حب عبد الجليل في ظروف الناس في حضور احتدامية. كيف كانت أيام الأيام الأخيرة يعني؟ وجينا تكلمنا عنها من بعد 2011 رحلة المرض كانت طويلة شوية في قريب الخمس آلاف سنين دولات يعني كان شبه بدائية كان الظروف كان نعم كويس نعم بس طبعا هو عبد الجليل كان صعب الواحد هو كان يعني كان صح سليم كان صعب طبعا كان شديد شوي جيت الحوش إلى كيلو خلف شديد شوارج 30 كيلو عندي مرة خمس سنين كل هذا وحيد طبعا عبيرين فالتعامل معك كان صعب جيت لذلك الناس شوف يوميا يردوا فيه جيت المرة ونزلوا فيه مرتين ثلاثة دور ثالث ولا دور رابع بس كانت متعبة حتى للناس الناس الله يغفر له ويرحم سيب هذا الأكثر كبير من حتى الناس طبعاً هذا برضو من أعمال وصف الصبية شو رأيك نسمعه بصوت الفنان مصطفى عادل وصحبة فرقة الزمن الجميلة أكيد في ذكرى لهذا العمل والله هو وصف الصبية اللي اشتغل على المرح ما قلت لك هذه من ضمن شجاعة عبد الجليل لو يسمع قوة أغنية عبد الجليل ده حمرة حيعرف الفرق طبعا أنا كنت دير الشكل من تفل الشباب أنا أسفين عبد الجليل كنت دير حجازي تفل فكنت نجر فيه يقول يسمع الشريط حيسمع لما تنسيها باش تطلع معاه فكنا بالشكل كده غني فيه ما هو يغنيه خلاص ما يسمعش عليه حد هي تلحنت بشكل ولكن هو عطاها بشكل مختلف تلحنت لكن الدفنه ما كانتش دفنه العمل ما كانتش بشكل هو عطاها بروحه هو بشخصيته هو ساعه من ساعه بشكل عادتك حفظتك ومشيتك والاغنيه جبت الناس حبيتي انا اكتشفت حاجه وهذه حقيقه تبي دراسه تو انا الحالي اللي شايف انا جيد ما في حد في الناس ولا الحال في اللي نقول صداق منه طاح منه ده ما في حد في الناس وهذه ربما خلتني اعرف ان مش كل شيء يعجبني يعجب الناس صح مرات الناس هذه قصه اخرى نحكي عن 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 اصوات حتى المطربين المطربين اصحاب اصوات جميله ما عندهمش حضور اصحاب الاصوات الرائعه الجميله ما عندهمش حضور في فنانين بسيطين أقل أنا في هذه القصة كلها قصة مثابرة وتفاعل يعني. لكل مجتهد نصيب أكيد طيب نحن أصلا نحس أن الحوار قعد فيه كمية كبيرة من السجل كمية كبيرة من ممكن لأننا نتحدث يعني أوكي نتحدث عن مسيرة حضرتك ولكن أيضا أول مرة نعم صح حبيبي حتى يكون في محطة صعبة نحن سعداء انك لبيت دعوتنا يعني رغم ابتعادك الاعلامي نتكلم على الامر الناس طبعا سمعت اليوم الواجد سواء كان في التواصل وغيره انا من جد كان متطور 90% من الكلام اللي تسمعه فيه ما لهش علاقه بالموضوع منها اللي مش عارف كلامنا المراه اللي عاشت معاه لما راح مين توفى الله يرحمها مصيبتها شو هي جوزها خلينا نسمع وصف الصبية وصف الصبية وصف الصبية الله والحانك طبعا خلينا نسمعه وصف الصبية عيون الأحبار
الصبية من تاجة صغيرة ما هي كبيرة ما هي كبيرة اللي شافها بالعين تاجة ظريرة اللي شافها بالعين تاجة ظريرة تاجة ظريرة وينسى ديار تخضر ويذبلك ما مزرع صافة تخضر وصف الصبية ليك تاك الصمار عيون الأحمر عيون الأحمر تحلفك ما نارين في مصد القرار تحلفك ما نارين في مصد وسط القرار الله 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 عمل رائع وألحان رائعة الألحان اللي كنت تحطها ما كانتش بس محصورة في الفنان عبد الجليل كان عندك ألحان رائعة وما زال عندك ألحان رائعة موجودة ومتداولة والكل يسمعها ويغنيها إلى أن أحيانا أنت بروحك تنسى اللحن المواقف اللي حكيت لي يعني ما توانيتش على أنك رغم معرفتك كملحن أنك تعزف خلف فنانين كان عندك التواضع هنا سبق لك وهنا نفس النغمات تقريبا هنا خلفيه من 20-30 ساعه بتحاول كيف الشاعر طول اللي يكتب اللي الكلام اللي يقول فيه يقول فيه احنا كنا نحكوا فيه صح بس نحن ما نعرفش هو ينظم القصيده هذا الفرق صح صح اكثر الفنانين اللي ارتحت معاهم في تعاملك الفني معاهم في التلحين اللي هم في العزف معاهم هي مش ولا بصدفة نحن تحكم فينا العاطفة نحن جديدين بالذات ومرات السحر وعندنا أخطاء كما نقول لما ذكر أن يجيب أكثر بس يجيب شخص حشم من المستقبل بدل أن أحكمت على الشغل هذا الإفلام اشتغلت وبدون مقابل وما سمعتش لما سمعت بدون كل قدم ليش؟ كان متغير العمل عن ما أنت؟ اللي يغني بلاش علاقة بالغنى أنا بحشمك فقط لمسك الاستوديو موزع صديقي هذا اللي يشتغل للغادي لا يعني ده فنحن كانت حكمتنا عفوة واجبة حكم صعبة يجينا حسون يبي عمل يجينا حمد يبي عمل يجينا فلان الحق اللي نحن ديما نقول فيها نقول مراول الملحن كده التاسي نحاول يفصل عن بيس الصوت اللي قدامي هذا قلته مرة الشباب يسأل فيه يقول لي خليفة الحالة زي ما كان عكس لو ممكن لما تسمع يا الله جيبة مش عارف الحالة خفيفة لأن الأصوات الصوت يحقق لو زمان ما فيش إذاعة ربنا ما فيش حاجة اسمها إذاعة زمان كيف تول معايا بس ما فيش مش موجود اللي هنا كان يبقى خير ما فوق السطاح وانت مش هدك فكان كل صوت قوي ما يوصلش للناس حتى لو فهمتي فهذول كان يمكن صوت عريض حتى فكان يعطي فيك براح في اللحن بروحه يعني لأن صوت عريض لكن توا نحن نقول محترم الشباب عشان ما يزعل منا حد أغلبيتهم مقربين في عيون معي يعني حتى إمكانيات الصوتية فهذا تحاول بقدر ما تقدر ممكن حتى وحتى الوقت تم تصير فمش كل شيء تم تصير ما تعتبرش انك انت يعني تو حاليا في الساحه الفنيه الشعبيه هل هناك اصوات نقدر نقول ان فيها صوت يشبه قريب وريت لفنانين شعبيين عموما مش بس لي عبد الجليل نعم شوفي هو ما فيش حد يشي في مكان حد اكيد طبعا في حد اكثر من حد في حد لكن ما فيش حد يجي مكان حد نعم
أصوات جيدة بدأت بدأت الحمد لله الفترة اللي فاتت سمعتهم صوت في البيضة بصراحة حاجة رائعة وفرحة وسمعت من الشباب ربما حتى في الحلقات دي عندك أصوات جميلة جدا وإن شاء الله خير. شنو اللي ينقص تحت الهواء؟ كنت تقول لي الفنانين الآن ينقصهم هذاك اللي ينقص هو إحنا كل شيء تقريبا زمان كنا نسمع وقتنا اللحن كان قوي والكلام مراد جديد بس كل هدرت تو مش حد يرد ما بيش نقول شيء يصير لك مش حد يرد. تغني قديم يصير شيء تغني جديد يصير شيء يقول لك لا نبغى حاجة قديمة يرد ورد عن فار الباقية زي صور الشيء صار للناس العيب مش عارف طويل بصبر بلاش تمشي الحفلة يقول لك والله الحفلة هذه كانت مش كل ساعة كانوا جايبين سين وصاد وغرب ويجيب يمشي طيب انا اللي جبته مش انت اللي جبته صح بالمناسبة مش انت اللي جبت فيه صح صح يبقى ما تلومش علي لا صح فهذين هم اللي صاير عندنا تو الناس تبوا لما يجيبوك في الحفلة صاحبهم اللي كيف كان يتمولع مسجل غني وما فيش داعي لردوا عليك ولا نسمعوك ولا غني بروحك هيك انسجام ده هو كان نحن الجيل الاول ده جليل الله يرحمه رحمة الله عليه كان حتى تهمسه قلت له يبي يغني يبي يسلطن يبي سميع مش بينه وبينك شيء ياخذ صفاته يروح يرقص ليش لان زمان ما كانش شيء مقابل صحوني ما كانش شيء مقابل زمان فاللي جايب جيد يقدري بس ما حرك والناس كانت بسيطة وكانت تحب تسمع ريح الله أنا أول ما بديت مع الله يغفر لي ويرحمه أول مرة يسمعوا من الناس معاه مصطفى زوي كان زمان عنده سيارة كنت أتعلم في القانون وأنا أتعلم في الكل وجيت أبكي علي ونعدي الدرون أي لمبة أي فرح أي مكان أخش الناس كانت تفرح فيها وفي سنة جبوا الدرابيك وفي سنة جبوا تخدم حفلة كانت العملية عشية ثم كانت العملية بسيطة الناس تفرح فيها حبا متاع. للفن يعني ولطراب الناس ومتاع الناس لكن كانت تسمع مهما يكون اللحن صعب تواضم شباب بالذات اللي يسمع في الحالة صعبة نعم بديت يوم عشت أغنى الحالة الأولى كانت صعبة وطويلة مساحتها طويلة بس كلها تسمع كلها ترد ومهما تغير في الفواصل أنا أول ما بديت أقول للناس ما كنتش اللحن كنت لبت فواصل للحن كي فما في كل لبت فأي فاصل يردوا في المكان السابق لأن الناس كانت تسمع ما سبتوا حسب الله تسمع هو أنا عندي لك طلب ولكن حنطلعوا ونحن حنطلعوا مع فرقة الزمن الجميل حنسمعوا منهم حاجة ولكن بعد العودة نبوا نسمعوا منك عزف أنت فحنطلع مع بعضنا ونسمعوا مع فرقة الزمن الجميل الخاطر ليش بصوت الفنان محمد براوي نرجعوا نسلطنوا هكي مع خليفة ميلاد وعزفة الله شكله في ذكرى عليه العمل هذا حنرجع ونحكوا ذكريات العمل هذا
معاكم مشاهدينا في نجوم الزمن الجميل في لقاء أكثر من رائع مع الملحن الرائع خليفة ميلاد في حديث وسرد لمشوار الحياة مع رفيق العمر الفنان عبد الجليل عبد القادر. نستنوا في طويست الشاي مستدع مربوية، نستنوا فيها موعدين بها وأكيد الرسمة مع الفنان أحمد شبلي قاعدك يحطنا في لمساتها الأخيرة بالحديث عن التلحين وعن لازم نمروا عن الأعمال الجديدة الجاهزة لطور التجهيز للفنانين الموجودين الآن. فيها حلو حلو.
حلو. في مجموعة أعمال خلال عميلي محمد حسينة أعمال عندي مثل مريم عمرين مستحن طيب جميل حلو. كذا عمل عن تجارب العبادي كذا عمل خدامي أسبوعي اللي فاتوا نحن الشيء يجي في الأخر أعمال نعم ماشي ماشي نعم طيب وفي مواهب جديدة إن شاء الله نتمنى أكيد نتمنى دائما العطاء الفني من حضرتك وكيا يعني يبقى فنك دائما زاهر وزاخر ونستمتع به يعني نحن والأجيال اللي بعدنا. ما نقدرش نمر برضو تحكي لي في مواقف واجدة للفنان الراحل عبد الجليل عبد القادر. ولازم أنا دائما كريمة مع المشاهد، أي حاجة نسمعها تحت الهواء نحس روحي نبي حتى هو يسمعها ويستمتع بها من المواقف الطريفة له من المواقف. هو طبعا كان خلاص الدنيا واي حاجه تبكي واي حاجه تضحك نتذكر. وفي نفس الوقت حبيبي انا صاحب من طريق الطول انا اتذكر مره نروح انا وياه من طريق الدنيا تقريبا ساعه ما اعرفش كان حكي ايه طر جو هادي سرحين فاتفت علي وقال لي يا انت عارف ربي ليش جابني هنا؟ انا اجتهدت قلت له والله عشان تبسط من راسي الشريف انا ربي جابني هنا عشان رابط الريح عشان امشي في البلش وتفرح به وانت خير. الله انسان انا والله يعني ربما ما نكونش من الناس المتتبعة بشكل كبير للفن الشعبي ومن السميعة. عبد الجليل نعم كان ساكن في الشعب. شعبية البدرية درهم صلاح بلدية كان أكبر من زي السكان البدرية فالجن طن زمان في عبد الجليل سكان فالحاجة خاطف عليها وش عبد الجليل طلعت في اليوم فتسكن من واحد السبيع من الله يفرد رحمة الله تنزيل تسكن عنده بستخدم مش مزعج الحاجة في الوقت عنا قادر ياخد الفيزا ويخد حتى في باب الجامعة رحمة الله عليك. ما قلت لك أنا ممكن ما نكونش متتبعة واجد للفن الشعبي ولكن يعني أنت حببتني فيه لحد الوجع يعني أنا حبيته وحزنت أن هذا الفنان ما لحقتش اني نقابله ما لحقتش اني نعرفه. نعم ما فيش اي مشكله تواجه تجي لعشيره الحياه. عندك حد مريض يقطع برا، عندك حد مش عارف، عندك حد تبي تخشيه للجيش، عندك حد بتطلعيه للجيش. اي مشكله كانت زمان انا هي كانت مشاكل عندنا زمان. نعم طبعا بس ما كانت مشاكل كبيره. كل اللي يقرا مش محصل دور. لان يعني كان يعني يجري على ابنك هذا عبد. فبالنسبه لنا احنا كان بونا وكان هل تعتبر ان مسيرته رد على الناس اللي تعتقد او تقول او تصرح وتقول ان الفنان ما كانش له احترامه ما كانش له مكانته؟ لا هو ممكن زمان الناس الكبار زمان كنا في كلمه كنا نقول فيها يقول لك الواحد احنا زمان ما كانش فينا خشبه الحضاري مظبوط لان عرب البلاد الاصليين الناس الكبار لو كان هم بتوع الحفاظ الشباب الصغار ما كانوش يخشوا ولذلك عرب البلاد الاصليين كلهم بتوع الفن بتاعهم يحب الفن التفصيل ويحترموا الفن نحن كيف درنا علاقات نحن كيف درنا نحن انا واحد من الناس يكلموا فيا من تو يكلموا فيا بالاصابع يكلموا فيا بالزجاج يكلموا فيا من مصراعات يكلموا فيا من طبر واللي هذا يقول لي حوشي مفتوح وكانك تبدو وكانك تستعد وكانك ليش يا ابني من الفن شنو وشنو يبغوا مني الناس شنو حاسين مني قال يعني على قد ما تعطي الفن يعطيك بس تكون مخلص فيه ويكون عندك رساله ويكون عندك وهذا كله حتى شباب هذا كله بسلامتك اللي من يمشي مكاني ماشي باسمه لانه هو فنان ببان تفتح قدام الناس تحب الفن اللي بين اصلا اللي بين حاجتين يحبون الفن والكوره هذا بالذات على بنغازي صح فن وكوره
سعيدة جدا بهذا اللقاء، وكان اللقاء من أروع ما يكون، حتى وإن كنت يعني أنا فيه صراحة تأثرت إلى مدى بعيد. نعم، ولكن أنا استمتعت جدا بهذا اللقاء. ربما سقط منا شيء أثناء الحوار، ربما تريد أن توصل رسالة، خاصة أنك قلت وأصريت وكررت أن هناك أقاويل واجدة عن الفنان الراحل وهي عارية عن الصحة، وأنت تبي توضح هذا الشيء. هو مش حتى يعني ليس يعني الناس في الفرق حتى الأخيرة مرة تناقش من الشباب تعلم التجي في كل شيء. هذا الواحد يتوصل في لقاء يقول لك المفروض المرور يسكر الشارع، والآخر يقول لك مرور الشرطة مش عارف يقول مش عارف ايش، والآخر يقول لك نعم صح. تعلم كما تحدث المبيع من الحلقة. أنا تهيلي كل الناس كلها تشبه شغل وتشبه أعمال كل واحد صح صح. بالنسبة للعجلية إنسان بسيط وإنسان طيب ولبداً، هي كنا عاش في الشعب إنسان بسيط بريد عاش من فوز شعبي. أنا شاهد عليه سكنيات من الناس أو شيء اللي ما عنده الشدة زي ما كتب خير شوي، اللي يجي ما عنده الشدة وما عنده الشقاء هو كسر من الشعب. فكان إنسان بسيط إنسان عادي، لكن الإنسان المشهور ديما طبعا. وانا هنا بنوجه كلام من للناس اللي ما عاصرتش اللي عباره عن تسلب خلاص كده بالضبط، ونتعلموا على فن فيه ان نأتي بشيء نفهمه فيه. صح. انا راجل ملحن، انا راجل عازف، ماليش علاقه بالسياسه، ماليش علاقه بالشرطه، ماليش علاقه بالقانون. صح. نحكي في مجالي، نحكي في اللي نفهم فيه. ماليش علاقه بش، كل واحد يهتم بشغله باش الدنيا تبعد خير. فعبجيلي كثر عليه الكلام 90% من الصح، مش حتى مدى 90% من الصح الكلام اللي يقولوا فيه الناس. هذا يتكلم ملاش علاقه، الله يطول في عمرها جوز ثاني ومين توفي وهي معاها مسؤوليه باش بعضها. احنا عارفين كان صح العبجيلي رقم يرضى ينزل يوميا ثلاثة أدوار عروسة كده يصدق في الشارع عشان ما حد يربيه عشان ما حد ينزل. فالحين كانت مضحكة لدرجة اللي خط من الشارع كانوا يعرفوا اللي خط من قدامها باش مد لهم شيلوه ولا نزلوه. اتعبت الناس وجيت بدي يقول لك لا سيبات ما فيش، لكنها رفيقة وزوجة أصيلة نعم نعم. ربما يعني يطول الحديث ويطول فيه الرد ويطول فيه المد، ولكن نتمنى من الجميع، من كل من معجبين الفن المطلعين عليه، المراقبين للحالة الفنية والغير مهتم بالفن، دائما أن نحفظ ألسننا عن أي شخص أصدر رحل عن حياتنا سواء كفنان أو غيره. يعني هو كلها كفاح. صح صح. لولا هالملحنين، لولا هالعازفين المبدعين، لولا هالكتاب ما كناش نجم، ولولا هالحاله الفنيه كلها ما كانش عندنا نجوم، وقعدنا نحكوا عن نجوم الزمن الجميل. هيك يكون هذا اللقاء انتهى، وباذن الله نتلاقوا في حلقه جديده من نجوم الزمن الجميل.